واش فهمتي؟ يعني ملي كنقول تحقيق راه بزاف الحوايج والتصريح ديال الوزير راني قلتها في العديد من المنابر وانا نعاود ناكد لكم. دابا الوزير في داك الاحتقان ما بين الجمعه والاثنين لو انه غير خرج وفي الصحافه وقال لهم اودي راني كنحس بالمغاربه راه منهم ولدي مدوز وولدي انا راه كما هو ما نبغيش ليه الضر راه حتى نتوما ما نبغيش لكم الضرر وغادي نفتح تحقيق واللي كانت ثق بيا غادي يتم لجم غادي يتم كبح جماح غضب ديالنا حنا اللي راسيبي راه دابا بنادم دري صغير ملي غيشد التليفون وغيشوفنا حنا اللي وصلنا ندوز امتحان المحاماه توقع لينا هادشي راه ما يبقاش يقرا. حنا كنشوفوا الناس كيقولوا اش بغيتي دير بالقرايه سير للتجاره سير خدم قرايه تبقى تقرا تتسطى راه ملي غيشوفوا هادشي راه غيشد الكتاب ويمشي يقول لك انا نبقى نقرا في الخريطه راه لي هادشي. فراسك الجواب ديالك نقدر نجاوبك نقول لك كم شام الناس ولا بعض الناس ما يهمونيش. نجاوبت انا بحال الوزير نقول لك انا كمشه ديال الناس كمشه ديال السفهاء كمشه ديال المعتوهين ونجاوبو بحال هكا كاين هاد اللغه الصبيانيه ما تنفعش. انا غنجاوبك ما غنقولش لك بحال الجواب ديال الوزير نقول لك لا انا ما ندمش على القانون علاش غندم على القانون ما ندمش عليه. انا عندي مشكل انه تم واحد الناس ضربوا في المهنه. السلام عليكم انا الاسم ديالي نور المكاوي منسق مكلف بالإعلام والتواصل في التنسيقية المحلية للدار البيضاء التي رأت النور اليوم بعد المصادقة على النظام الأساسي من طرف كافة الأعضاء وأنه كان تم التصويت عليها بالإجماع. التنسيقية دي اللي خرجت الوجود اليوم من أهدافي عندها أهداف ثلاثية. الهدف الأول دياله هو أنه إلغاء النتائج. ثاني مطلب هو فتح أو إعادة الامتحان. والمطلب التالي ديالو هو تحقيق ضد من يجب. ملي كنقول ضد من يجب يعني هما اطراف راه ماشي فقط وزير العدل راه فيها وزير العدل وفيها المحامين والتواطؤات وكاع داكشي اللي تم الاشاره اليه سابقا. فالاهداف ديال التنسيقيه هما هاد الثلاثه هادو وكنتمنى من الله انه الله كنتمنى من الله انه المغاربه والوزيرنا يشوف هاد الالتفاتات ديالنا ويشوف باننا لازلنا لم نتلازل ولازلنا سنستمر في الكفاح ديالنا ولازلنا سنستمر بالمطالبه بالحقوق ديالنا وكنشوفوا بانه راه نساء وشابات وشباب اللي كانوا معنا اليوم اليوم كلهم طلبه حسوا بالظلم جاوا انهم تيطالبوا بالحقوق ديالهم وانه التنسيقيه هذه راه الهدف ديالها مباشره. وكما قلت ودرنا ضفنا اليوم واحد البند بانه هذه التنسيقيه ستعتبر ملغات لانه مني غادي يتم تحقيق هذه الاهداف هذو. ف كنبغي نشكر انا الصراحه جميع الهيئات السياسيه والحقوقيه اللي التفت لنا وللاسف واخا مؤخرا ولكن كما كنقولوا من مجال الخير ينفع التفت لنا مؤخرا. والدليل انه اليوم انا والمقر ديال الفيدراليه اليسار اللي هما مشكورين على انهم عطاونا المقر ديالهم انه نعقدوا في الجامع العام التاسيسي. وكنشكر السي المحامي اسحاق شاريه والحزب المغربي الحر والمحامي اسحاق شاريه بهيئه الرباط لانه هو اللي تكلف بكل بالدوسي ديالنا بالملف ديالنا الاداري. وما نساوش الاحزاب اللي البارح بركوا مع رفاقنا وبركوا معنا في البرلمان اللي هو الحزب التحدث السوري العداله والتنميه الشراك الموحد الى غير ذلك. فبطبيعه الحال ماشي الاحزاب ولكن الاغلبيه انه التفات لنا وانه بالجلسوا معنا وسمعوا لنا. فكنتمنى من الله انه يتم التوفيق ديالنا وانه المغاربه انهم حتى هما يتبعوا معنا هذا الشيء هذا اللي تندير ويعرفوا باننا لازلنا نتنازلوا حتى الناس اللي تضروا باقيين مخبيين راه حنا كنشتغل. فاحنا المطالب ديالنا هي فقط سلميه حنا ما كنطالبوش بشي حاجه اللي هي خارجه لا انا مسبئه من الدوله لا انا حنا ننديد بكل ما انه هي مس دولتنا. حنا فقط نطالب بحقوقنا الداخليه يعني الحق ديالنا اللي تمسينا به كنطالبوا به. فكنتمنى من الله انه كلشي ينضم لينا وانه راه ما كاين لا مضايقات لا والو حنا كنشتغلوا في كل الديمقراطيه والشفافيه التي غابت عنا وللاسف في هذا الامتحان. ومني كنقول ونعاود لواحد نرجع لواحد النقطه ديال النقطه استاذ ديال من يجب انه يفتح تحقيق ضد من يجب راه المحامين خلاو مكامن الخلل ومشاو كيطلبوا حاجه اخرى. دونك راه كاين بزاف الاشياء التحقيق اللي غيكون شامل اوكي انا غادي نسترسل معاك في هذه القضيه هذه. خصك تعرف استاذ خصك تعرف بانه قانونيا انه في النقابه ملي كتجتاز واحد الامتحان ياك ديال المحاماه كتبغي تقيد في النقابه ياك خصك تخلص واحد ليفري رسوم تسجيل في النقابه. هاد الرسوم هادو قانوني ماشي رشوه لا قانونيا الدار البيضاء 7 مليون
الرباط 10 مليون، طنجة 14 مليون، بني ملال 9 مليون. وقس على ذلك أرخص وحدة هي الدار البيضاء 7 مليون. مني أنا غنجح ياك، مني أنا غادي نجح غادي نبغي نمشي نقيد في النقابة. أنا ما عنديش الموارد، الوالدين ديالي، الوالدين ديالي اش كيديروا؟ كيمشيو كيبيعوا، ولا عندهم شي ملاكات، ولا عندهم شي اسم سلفين كيتسلفوا ولا شي حاجة، باش أنا كنضم النقابة، باش أنني ندوز في دار التدريب باش ندير كابيني. مني أنايا كنبقى كندير التدريب ما يمكنش ندير كابيني، لأن خصي عندي غيكون عندي بزاف ديال لي شارجي ما نقدرش عليهم. دونك أنا اش كندير؟ كنبقى خدام عند واحد لافوكا. هادشي علاش ولا واحد التكدوز ديال المحامين المتدربين، والمحامين ما لقاوش دي كابيني فين يدوزوا الفترة التدريب، وبنادم ما لقاش باش يدير. يعني الخلل هما دوك لي فري ديال التسجيل، دوك الفلوس، لانهم اللي دار بهم كابينه كتمشيو تتحطوا في النقابه باردين، واش فهمتي؟ دونك هما عوادي الجوادي مشاو لحاجه اخرى، مشاو ضغطوا الوزير لقى راسو في حيره من امره. النتيجه هي هذه. دونك راه خص هادشي تحت تحقيق، ونعرفوا ما كامل الخلل لكي يتم معالجتها. راه ديك راه بطبيعه الحال ملي كنقول لك حتى 8 جيبه و 6 راه حتى في الامتحان، الامتحان علاش بدينا حتى المورا ساعه ونص؟ راه الامتحان كيفاش كيفاش زاد؟ راه خرق القانون اصاحبي، راه خرق القانون، راه تم كان نجحوا، قال لك نجحوا 800، راه الخرجه ديال الوزير اللي شهدت عليه، راه تم خرق القانون، راه تم تواطؤات، راه بلاغات عباره عن تواطؤات، فهمتي؟ راه عباره عن اشياء اللي كتبين عن روح الفساد، واش فهمتي؟ يعني ملي كنقول تحقيق راه بزاف الحوايج، والتصريح ديال الوزير راني قلتها في العديد من المنابر وانا نعاود ناكد عليكم. دابا الوزير في داك الاحتقان ما بين الجمعه والاثنين، لو انه غير خرج في الصحافه وقال لهم اودي راني كنحس بالمغاربه، راه منهم ولدي مدوز، وولدي انايا راه كيما هو ما نبغيش ليه الضر، راه حتى نتوما ما نبغيش لكم الضرر، وغادي نفتح تحقيق، واللي كانت تقبيه غادي يتم لجم، غادي يتم كبح جماح غضب ديالنا حنا اللي راسبين. وكنا غنقولوا حنا عندنا ثقه في هذا السيد، راه ثاني راه امين عام ثاني حزب حصل في الاصوات في الانتخابات، راه حزب الاصاله والمعاصره. دونك لو انه قال تحقق، ولو داك التحقيق كان غادي يخرج يقول لك اودي راه النتائجيه هذيك، وما قالش، راه هو اللي سقنا به الخبر ديال 800، راه هو اللي سقنا به الخبر. يعني اش كان غيوقع؟ غتلقى غير واحد 20% اللي خرجات، ماشي هادشي كلشي اللي هضر، راه 21%. هو التصريح ديالو اللي زاد حقن، اللي زاد شحن، ولا كيسب كيشمل كاع المغاربه، لانه ملي كتم خرق القانون راه مسيتين المغاربه، ملي كيمس الدستور راه مسيتين المغاربه، ملي كتقول لهم كتضرب الجامعه المغربيه راه مسيتين المغاربه. دونك هاد الاشياء كلنا هي كلها هي اللي كتبين شي حاجه انه خاص تحقيق، تحقيق شفاف ضد من يجب، وهادو من الاهداف ديال التنسيقيه. وحنا بالتنسيق مع باقي التنسيقيات ومع باقي اللجان غنحاولوا اننا نمشيو المسالك قانونيه وديمقراطيه باش انا نحاولوا نحققوا المبتغى ديالنا. سي وهبي هو مغربي ياك، بصفته وزير العدل ولا مواطن ياك، عنده الحق انه يلجا للقضاء، عنده الحق ياك، ولكن نشوفوا علاش باغي يلجا للقضاء. وهبي ملي تكثر عليه الضغط اش بغي يدير؟ كيبغي يترونسفيري داك الضغط لينا حنا. اشياء واهيه باينه، حنا الا كان شي خروقات من وحدين معانا احنا نوقفوا معاه، قاعس احنا نوقفوا معاه، ولكن ملي كتشوف انه كاين ظلم راه هو ظلمنا، علاش غيوقف معنا؟ يعني نتوما باغيتو نمدو ليه المساعده؟ لا حنا، لا حنا غنمدو ليه. دابا ملي كيقول لك اودي هذا اش دار اش دار اش دار، حنا ملي غنشوفوه راه باينة، لان حنا راه بغينا، راه حنا ماشي كنطالبوا ب ب لا راه لا غير وهبي، راه قلت لك ضد من يجب راه فيها بزاف، كيما حنا الظلم ما بغيتو حد يتظلم، الا مسو شي واحد مرحبا، ولكن على اسباب واهيه. اسمح لي اسمح لي، راه هادشي مؤسف ومؤسف جدا، لانه انت ملي كتكون مسؤول كتبغي خصك تحترم الطرف الاخر، ماشي تقول لينا كومشا. ملي كتكون واحد ملي كتقول ليا كومشا راه غير واحد جوج ثلاثه الناس، ومع ذلك ما خصكش واحد ملي كيطالب بحقه غير واحد خصك تعطي شي وصف. ملي انا كنطالب بحقي، انت بار اكزومبل حنا الدوله اللي ديال الحق القانوني، ملي غادي يجي واحد غادي يطالب. دابا ملي غتمشي للمحكمه بار اكزومبل غتدعي واحد الهولدينغ، داك الهولدينغ مخدم واحد المئات الالاف ديال الناس، راه المحكمة واش راك تسير تا بوحدك وباغي جاي باغي تدعي شيفر دافير ديال، ما كتعطيش واحد الوصف. وحنايا كنطالبوا بحقوق ديالنا،
وحنا بشيء ظاهر العين بينه وبين شنو الضرر ديالنا وبين باش كنطالبوا بينه تم خرق القانون بينه تم خرق الدستور بينه تم التعسف على المغاربه وعلى القانون دونك ملي كتشوف هادشي كامل انه غير واحد يطالب بحقه راه غادي خص تكون بحقه خص يتمرد ولكن ملي حنا المئات مئات طالب في جميع المدن وكما شتي معنا الناس جاوا من قطر جاوا من مراكش غير باش يساندونا وما ببساطه التشكيل التنسيقيات ديالو ياك وكنت صيفنا بالكمشه وهذا الشيء ما غيزيدنا نقول لك ما غيزيدنا الا 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 واحد الا واحد العزيمه واحد القوه باش نوصلوا للمراد ديالنا ونوصلوا للمبتغى ديالنا. الرساله ديال السيد الوزير انه يحاول يراجع راسه ويحاول انه يعطي راسه واحد شويه ديال التفكير باش انه يحاول يتراجع. علاش؟ لانه شوهتنا ولا تشوه حنا الضخ كيجينا من برا راه ملي مثلا ملي كتسمع في الحروب تيقول لك خصك انك خصك انه الداخل ديالك خص يكون خصك تحصن الداخل ديالك ما يكون ما تكونش منخور باش تجابه اللي جاي العدوان الخارجي ما خصش يكون عدوان داخلي. وانتايا ملي الشباب حنايا كنطاو كنشوفوا التعسف راه كيوقع واحد الخلل راه كيوقع واحد الرجه راه كتوقع واحد الضجه دونك هادشي هذا ما خصوش يكون خصنا انه يلتفت لينا ويحاولوا الناس هما رساله لهم الناس ديال الدوله ينبهوا لنا هو اللي عنده قرار باش يرغي خصو يحاولوا انه ينبهوا المحامين انهم يتراجعوا حتى هما يديك الضغط اللي داروا يديروه دابا باش يتراجعوا دونك ماشي يخليوا الامور غدا بالتعسف هذا لان غير مقبول غير يفقدوا الثقه. راه دابا بنادم دري صغير ملي غيشد التليفون وغيشوفنا حنا اللي وصلنا ندوز امتحان المحاماه توقع لنا هادشي راه ما يبقاش يقرا. حنا كنشوفوا الناس كيقولوا اش بغيتي دير بالقرايه سير للتجاره سير خدم قرايه تبقى تقرا تتسطى راه ملي غيشوفوا هادشي راه غير يشد الكتاب ويمشي يقول لك انا نبقى نقرا في الخريطه راه لي هادشي. الثقه شوف ملي كتشوف مثلا غير فقدتوا الثقه يعني سيرتو الثقه مفقوده يعني في المشكل ديالكم لا في المشكل لا 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 لا, لا شوف ما يمكنش تفقدوا الثقه. وحنا كنقول لك اليوم تمويلات تنسيقيه بعشرات الناس يعني احنا لازلنا عازمين بقضيتنا المشروعه في المشكل ديالنا ما كاينش فقدان الثقه كاين زيد كاين تزاد الثقه ديالنا وتزاد العزيمه ديالنا وتزاد الرغبه ديالنا في تحقيق جميع المطالب. المشكل ديالنا انا ناكد لك ما كايناش ونزيدك وانت غادي تشوف منه كيفاش لان كنا بزاف الناس كيبغيونا غير تنظموا حنا كنا كنشتغلوا راه هناك ملفات رفعت الى اخره. اليوم عطينا واحد التصريح انا اعتذر ملي امول وانا كنخرج وكنخرج تقريبا بتصريحات تقريبا يوميا كنعطي تصريحات يعني الناس من يومين كيطلعوا الرباط انه كيمشيو يكبوا الملفات يعني. وحنا وانا شخصيا انا والطلبه اللي معايا كنمشيو نسقوا مع الاخوان في اللجنه مع الطلبه في اللجنه الوطنيه دونك راه حنا غاديين حنا كاين اشتغال. اليوم عطيناها جمعنا كامل وقلنا صافي رسميا نور المكاوي مكلف بالاعلام بالتواصل الاعلام فلان مكلف بالكتابه فلان مكلف بكل ما هو قانوني كانت مفرقه ولكن دابا عطيناها شرعيه بنظام اساسي وكاين بنود اللي تيسطرات بالبند العارض مثلا هاد التنسيقيات تعتبر ملغات بتحقيق هاد المطالب الثلاث اعاده الامتحان الغاء النتائج اعاده الامتحان وفتح تحقيق ضد من يجب. بكل صراحه هل الذي انت ربما اختيارك لا 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 او ربما فقط ثقتك بالقانون ربما في اطار هاد الامور اللي صادفتهم فراسك الجواب ديالك نقدر نجاوبك نقول لك كومشا من الناس ولا بعض الناس ما يهمونيش. نجاوبت انا بحال الواسين نقول لك انا كومشا ديال الناس كومشا ديال السفهاء كومشا ديال المعتوهين ونجاوبو بحال هكا لكن هاد اللغه الصبيانيه ما تتنفعش. انا غنجاوبك ما غنقولش لك بحال الجواب ديال الوزير نقول لك لا انا ما ندمش على القانون علاش غندم على القانون ما ندمش عليه. انا عندي مشكل انه تم واحد الناس ضربوا في المهنه ما غنقولش لكم شادي الناس لا نقول لك واحد الناس يعني حنا ما نادمينش حنا متشبتين والقانون ما نادمش عليه غنكملوا فيه. حتى واحد ما قال لك انا ما عندي ما ندير بالقانون لان اللي وقع في القانون راه يوقع في حاجه اخرى باش نكون معكم واضح. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.